بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 29 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر الجليلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مجدد برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإدارة. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. فضيلة الشيخ، هذا سائل أبو علي يقول: أرجو من الشيخ صالح التوجيه في هذا السؤال حفظه الله ورعاه. يقول: بعض الناس في هذه الحياة يقصر في إعطاء الحقوق لخدمه وعماله، فتراه مرة يماطل وتراه مرة يتأخر، وهؤلاء بحاجة إلى هذه الأموال لإرسالها إلى أهلهم وذويهم، وكذلك في صرف رواتبهم يتأخرون، فنرجو التوجيه في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هذا سؤال مهم ويجب تنبيه عليه لعموم السامعين، لأن من الناس من يأتي بالعمال والخدمين والسائقين ويتباطأ أو يماطل في دفع أجوره، هذا حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه، لا سيما إذا كان هذا الأجير محتاجا وأسرته محتاجة، فإذا ماطل به وأخر حقه أضر به وبأسرته. الواجب على هؤلاء الله ويخاف الله عز وجل، وأن يعطوا هؤلاء حقوقهم ولا يبخسوا منها شيئا ولا يؤخروها ولا يماطلوا مهما أمكنهم ذلك. أحسن الله إليه وبارك فيه. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل لا بد أن تكون توبة بعد عمل صالح، مثلا في عمرة أو حج أو بعد أيام رمضان؟ توبة الواجب أن يتوب الإنسان في كل حال وفي كل لحظة وفي أي مكان، إنما التوبة على الله، الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم. وقال تعالى: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ثم يتبعوها بالعمل الصالح، يتبع التوبة بالعمل الصالح، يتوبون من الأعمال السيئة ويقلعون عنها ويتبعونها بالأعمال الصالح. من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وهذا دليل على صدق التوبة، باعها بالعمل الصالح دليل على صدقها ومزكٍ لها وماحٍ لآثارها، أتبع سيئها الحسنة أنحها. نعم، أحسن الله إليك وبارك فيكم. تقول الأخت السائلة: إذا كانت والدتي تصلي ولم تدري هل قرأت سورة الفاتحة أم لا، فهل لها أن تقرأها أو تعيد صلاة؟ وما حكم ترك الفاتحة في صلاة مأجورين؟ لا تصح صلاة إلا بقراءة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة بالنسبة للمنفرد والإمام، وفي المأموم خلاف بين العلماء، كون المأموم يقرأها خلف الإمام اللي هو الأحوط والأبرأ لذمته. الحاصل أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، من تركها متعمدا بطلت الصلاة، ومن تركها ساهيا فإنه يأتي به، إذا تركها في الركعة الأولى إنها تلغو الركعة الأولى تقوم الثانية مقامها ويسجد للسهو. أما إذا ذكرها وهو ما لم يركع بعد، ذكر أنه لم يقرأ فاتحة وهو لم يركع، إنه يأتي بالفاتحة قبل الركوع. أحسن الله إليكم. هذا المقيم بالرياض يقول: إذا حج الإنسان وعليه ديون، سمعت من بعض الذين يقولون ذلك أن الحج غير صحيح، هل له ذلك فضيلة شيء؟ وما حكم الحج عن الغير وما الشروط؟ نعم، تقديم وفاء الدين هذا واجب، هذا واجب عليه قبل أن يسافر للحج أن يعطي الناس حقوقهم وديونهم التي في ذمته إذا كانت حالة، وإذا كانت مؤجلة يوصي بها ويبينها حتى لا تضيع. الديون لها أهمية كبرى، والله جل وعلا أمر بقضائها قبل الوصية وقبل الميراث بالنسبة للميت. ذلك الحي يبادر بسداد الديون إذا كان يقدر على ذلك، لكن لو حج وعليه ديون لم يسددها حجه صحيح، والذي قال إن حج غير صحيح خطأ، حجه صحيح ويبقى الدين في ذمته يسدده. وماذا عن الحج عن الغير؟ حج عن الغير يجوز عند العجز، إذا عجز الإنسان أن يحج حجة الإسلام تعذر عليه ذلك دائما لا يستطيع حالا ولا مستقبلا، إنه يوكل من يحج عنه، فالكبير الهرم والمريض المزمن يوكلان من يحج
عنهما حجة الإسلام، ويشترط النائب أن يكون قد حج عن نفسه فريضة الإسلام أولا. هذا سأل أبو إبراهيم والفضيلة الصالح، ما حكم ذكر القصص المؤثرة في دعوة، وكذلك هي بنية ترغيب ترهيب للناس؟ المداومة على ذلك أكثر من ذلك لا ينبغي. الدعوة تكون بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإذا تخلل ذلك من القصص ما فيه عبرة وهو ثابت وصحيح هذا سبب ذلك، لكن لا يكفي من القصص ويترك النصوص والأدلة من الكتاب والسنة، وأيضا لا يأتي بقصة غير ثابتة أو متخيلة أو مكذوبة، لا يأتي بها يقول هذا لأجل على الناس، لا يقص ولا يعد إلا بشيء ثابت. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا فضيلة كيف يكون في رمضان أفطر قبل الأذان بحدود دقيقتين أو ثلاث، وذلك توهما مني، هل أعيد القيام في ذلك الوقت؟ نعم، إذا أفطرت قبل الوقت دقيقتين أو ثلاث ما ذكرت فتجب عليك الإعادة، لأنك لم تتم الصوم لم تتم الصيام، وهذا إذا تأكدت أنك أفطرت قبل غروب الشمس ولو بدقيقتين، تأكد أنك أفطرت قبل غروب الشمس ولو بزمن يسير، فإنك تقضي هذا اليوم لأنك لم تتمه. الله جل وعلا قال ثم أتم الصيام إلى الليل، الغاية دخول وقت الليل، لذلك أنت صائم. نعم. أحسن الله إليك مباركا. هذا أبو ناصر يقول فضيلة شيخ، ما رأيكم في تربية الحمام وقضاء وقتها في طيرانها ومشاهدتها قبل الغروب، وهل هذا يقال في العقيدة؟ نعم، هذا من اللهو منهي عنه، اللعب بالحمام منهي عنه ومن العبث، ما من يقضي الحمام الأكل يأكل من لحومها أو يقتنيها ليبيعها لا بأس بذلك، أما أن يقتنيها للعب وبرج على طيرانها هذا ما لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ، الكثير من أخواتنا النساء يستعملن البرقع والنقاب خصوصا عندما يكنا في الإحرام أو في الطواف أو السعي، ما الحكمة من منع البرقع للمحرمة؟ يجوز للمحرمة أن تلبس البرقع والنقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه مخيط، حكمة أنه مخيط على قدر الوجه، مفصل على قدر الوجه، فهو من الملابس مخيط للوجه، مثل الثوب للرجل، مثل الثوب للرجل والمخيطات للرجل، الرجل يتجنب المخيط المخيطات على الجسم وعلى بعض الأعضاء، لذلك المرأة تجنب المخيط للوجه، أما المخيط للثياب والجسم فهي مأمورة بلبسها لأنها مقروب منها السكنة. يقول السائل فضيلة الشيخ، أتوا من المسجد مصحفا لأقرأ فيه وهو عندي الآن في البيت، هل يرد إلى المسجد أو يظل عندي؟ يجب عليك رده إلى المسجد لأنه وقف على المسجد. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أيضا، هل هذا حديث في إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ نعم، حديث صحيح في إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا من قواعد الإسلام، الذي لا يعنيك ليس من شأنك، ولا مصلحة لك فيه ولا مصلحة لغيرك، هذا يجب عليك تركه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول، هل تجويد فضيلة شيء من قواعد قراءة للقرآن؟ وإذا لم أقرأ بتجويد وقراءة عادية هل أقدر على ذلك؟ التجويد إنما هو مكمل، الواجب قراءة القرآن على الوجه الذي لا لحن فيه، ضبطه من ناحية الإعراب واللغة التي نزل بها، وأما التجويد فهو من المكملات، إن حصل فهو خير وإن لم يحصل فليس بلازم، ولكن المبالغة في طريق التجويد والمبالغة في المدود والغنات والقلقلات هذا من الغلو ومن الزيادة، واجب الاعتدال، واجب الاعتدال بما يحسن القراءة ويجملها من غير أن تخرج إلى أنطيط وما يشبه الغنى. تقول هذه الأخرى مرية ومقيمة في الدمام، تقول إذا تزوجت المرأة دون إذن وليها هل يعتبر الزواج صحيح في ذلك؟ وإذا لم يأذن لها الولي في ذلك هل يعتبر أيضا الزواج صحيحا؟ لا يجوز لها ذلك، هذا هو الأصل، لا بد من ولي، لأن والولي في النكاح من شروط صحة النكاح، لا يجوز لها أن تزوج نفسها، وإذا كان هذا قد وقع زوجت نفسها يراجع في ذلك القاضي، يراجع فيه المحكمة للنظر فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل أبو عمر، بعض الناس إلى شيء خصوصا في المساجد لا يهمون بتروية الصفوف، فنرى بعض الصفوف المتقدمة ونرى بعض الصفوف المتأخرة، من هو المسؤول عن تسوية الصفوف؟ هل هو الإمام أم جماعة؟ الكل مسؤولون، الإمام هذا بالدرجة الأولى، والمأمومون يعدل صفوفهم وأن راسوا فيها لا يتركوا فيها هرجا يتقاربوا في الصفوف، هذا هو الواجب على المأمومون، واجب على الإمام أيضا أن يلاحظ الصفوف ويمنع الخلل فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا يبدأ صف إلا بعد أن يتكامل الذي قبله.
تكون الصفوف متقطعة، يكمل الصف الأول فالأول ولا يبدأ صف جديد إلا بعد تمام الذي قبلنا. أحسن الله إليكم. من أسئلته فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة لصلاتي على المكتوبة أو على الدابة إذا كانت إلى غير القبلة كيف تكون، وهل صلاتي أيضا تكون جائزة؟ الصلاة على الراحلة أو على المركوبة أو السيارة هذا في النافلة، هذا يكون في النافلة. صلاة الليل إذا أراد أن يصلي عاد يصلي صلاة الليل إنه يصليها على مركوبه أينما توجه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما الفريضة صلى إلا على الأرض، صلى على المركوبة صلى على الأرض إلا في حالة الخوف الشديد، إن خفتم فرجالا أو ركبانا. كذلك في حالة نزول المطر البلة هون الأرض تمشي والسماء تنزل بالمطر حانت الصلاة، صلوه على ركوباتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما إذا لم يكن هناك مطر ولا وحل ولا عذر مثل ما جاء في الحديث فإنها الصلاة لا صلاة الفريضة لا صلى على المركوب. وأما الصلاة في السفينة في البحر فهي مثل الصلاة في المنزل، سفينة عبارة عن منزل حجرة صلي فيها ويكون إلى القبلة. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أسامة يقول: فضيلة الشيخ، هل للإمام النووي رحمه الله كتب غير رياض الصالحين؟ وأرجو أن ترشدوني إلى نبذة عن هذا الإمام رحمه الله. هذا إمام جليل، إمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في مختلف العلوم رحمه الله ورحمة الله. قد ألف ثروة عظيمة من المؤلفات النافعة، منها بلوغ، منها حديث رياض الصالحين، ومنها الأربعون النووي، ومنها مؤلفات في فقه الشافعي، ومن أعظمها المجموع شرح المهذب لأنه لم يكمله رحمه الله. نعم. أحسن الله إليه وبركاته. يقول الأخ سائل: في أي موقف عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وراء حرج، هل هو في منى أم في عرفات؟ هذا في منى يوم العيد، يوم النحر، أعمال يوم النحر كونها ترتب، يبدأ برمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم حلق الرأس ثم الطواف والسعي، أربعة رتبها على هذا النمط كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قدم بعضها على بعض فلا حاس إلى في هذا اليوم، يعني يوم النحر، عن شيء قدم ولا أخر من هذه الأعمال الأربعة خاصة، هذه الأعمال الأربعة خاصة إلا قال فعل ولا حرج. أحسن الله إليكم. من أذلك دائم يقول الفضيلة شيخ: هل الطلاق يقع في حالة الغضب، وكيف يتحكم الإنسان في أعصابه، وما علاج الغضب؟ الغضب الذي يزول معه العور ولا يدري ما يقول لا يقع معه طلاق، أما الغضب الذي يصور معه ما يقول فإنه يقع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل الفضيلة شيخ: كان الإنسان متهاون بصلاة صيام وبر الوالدين ويريد التطهير ويريد توبة لكنه قائل الرجوع لذلك، لماذا ينصح مثل هؤلاء؟ بالنسبة للصيام فإنه يقضي، إن ترك شيئا من الصيام إنه يقضي صيام رمضان. وأما بالنسبة للصلاة إذا تركها متعمدا عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله، ويحافظ على الصلاة في مستقبل حياته. قال صلى الله عليه وسلم: من صلاة أو نام عنها ليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولم يذكر المتعمد، المتعمد لا يفيه القضاء بل عليه التوبة والمحافظة على الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا سائل أهل بمجموعة من الأسئلة يقول: ما السنة في الدعاء المأثور للمريض، وما هو الوقت المحدد للقضاء عند هذا المريض؟ عيادة المريض سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من حق المسلم على المسلم، ولكن لا يطيل الجلوس عنده ويدعو عليه إلا إذا كان المريض يرغب ذلك. وأما الدعاء فإنه يدعو له بالشفاء والعافية، يدعو له بالشفاء والعافية والأجر من الله سبحانه وتعالى. يقول أبو سليمان فضيلة الشيخ: ما الأفضل للحج؟ أنا عازم إن شاء الله هذه السنة على الحج، التعجل أم التأخر، وكيف يكون الحج مبرورا؟ الأفضل التأخر، أنه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكمل في أعمال الحج، ولأنه أرفق أيضا بالحجاج في هذا الزمان والزمان العام، أرفق بالحجاج. لا شك أن التأخر يجوز التعجل، تعجل في يومين فلا إثم عليه، إن تأخر فلا إثم عليه. هذا بالنسبة لتعجل الحج. بقيت السؤال يقول: كيف يكون الحج مبرورا؟ يكون مبرورا إذا قبله الله سبحانه، وذلك أن يخلص النية لله فيه وأن يؤديه على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسك، فلا يحدث فيه بدعة أو مخالفة، وإنما يفعله كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حسب طاعته ومقدرته. هذا هو الحج المبرور الذي اجتمع فيه أمران: المتابعة للرسول وإكمال المناسك، كما قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا في آخر يأله مثل الرواتب إذا فات وقتها هل تضع شيء؟ راتبة الفجر نعم تقضى ضحى، وإن قضاها بعد صلاة الفجر فلا مانع، أما بقية الرواتب
رأت إنها لا ترى أنه فات محلها. نعم. يقول في العام الماضي يا شيخ في رمضان أخذ أبر مغذية بأمر من الطبيب الذي أعالج عنده لأنه كان عندي سوء تغذية ومريض منذ سنوات، ما حكم أخذ هذه الأبر في رمضان؟ نعم، لا بد من الإعادة لأن الأبر المغذية تقوم مقام عام والشراب هي مبتلة للصيام، والمريض معذور بتناولها لأنه مرخص له من أجل المرض، لكن يجب عليه القضاء إن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان فوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو الدائمة للإله. شكرا لزميلي مهندس عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.